السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم في حصتنا في التعريف بالتمويل العقاري في تونس باش نتعرفوا ان شاء الله على الوثائق المطلوبة لتكوين ملف بنكي قصد الانتفاع بقرض او تمويل. وباش ما نكثروش على المتتبع لحصصنا، رأينا من الصالح انه نقسموا الحصة الى جزئين. الجزء هذا نتاع اليوم ان شاء الله باش نتعرضوا للوثائق المطلوبة من طرف الافراد او الشهارات، والحصة القادمة إن شاء الله نتعرضوا للوثائق المطلوبة من طرف المهنيين أو أصحاب المهن الحرة. الوثائق بالعادة هي المستندات القانونية اللي يعتمدها رجل البنك لتحديد سقف القرض. كما رأينا في الحصص الفارطة، لابد من احترام بعض العناصر وخاصة عنصر المديونية. ولذلك قد ما تكون المداخيل تكون أكثر، قد ما يكون فما إمكانية للحصول على قرض أو تمويل أكبر. إجماليا الوثائق هي الآتية: أولا شهادة في العمل، مكننا باش نتعرفوا على المشغل للحريف. ثانيا شهادة في الأجر، تمكننا باش نتعرفوا على مداخيل الحريف سواء كانت متأتية من الراتب أو كذلك من الحوافز اللي يتمتع بها سنويا. كذلك المرجو من الحريف باش يمد رجل البنك ببعض نسخ من بطاقات الخلاص الأشهر الأخيرة. الحريف من يجب زاد يكون عنده مداخيل ثانوية متأتية مثلا من الكراء. في الحالة هذه يمد رجل البنك بنسخة من عقد الكراء إلى جانب ما يفيد ملكيته للعقار اللي هو موضوع الكراء. ينجم يكون عنده زادة مداخيل متأتية من بعض مساهماته في الشركات، يعني مداخيل من الأرباح. ينجم يكون عنده كذلك مداخيل متأتية من أرباح في من خلال مساهمته في بعض الشركات. كذلك ينجم يكون عنده مداخيل متأتية من خلال كتاباته سواء في الداخل أو في الخارج. المهم كل المداخيل لابد أنها تكون موثقة ببعض المستندات. من الناحية البنكية إذا كان الفرد هو حريف لدى البنك ما عندناش مشكل، أما إذا كان هو حريف ببنك آخر فلابد أنه يمد رجل البنك ببعض الكشوفات البنكية للأشهر الأخيرة، ومن خلالها يتعرف رجل البنك على استمرارية تنزيل الراتب بصفة منظمة في الحساب البنكي للحريف. بالنسبة للصبغة القانونية، لابد أن نتعرف على الصيغة القانونية للعقار اللي ناوي الحريف يشريه سواء كان منزل أو شقة أو أرض صالحة للبناء، من خلال يمد رجل البنك بشهادة في الملكية يأخذها من دفتر الخانة أو كذلك نسخة مجردة تكون حديثة العهد. ينجم يكون العقار زاد موضوع متاع نشر لدى المحكمة العقارية، وفي الحالة هذه يستظهر بشهادة في النشر حديثة العهد. ينجم يكون زاد العقار موضوع عقد شراء من طرف الوكالة العقارية للسكنة أو كذلك موضوع عقد عربي. لابد إذن من وثيقة تثبت الصيغة القانونية للعقار. طيب في حالة أنه الحريف يحب يتمتع بقرض قصد البناء، ففي الجانب هذا يمد رجل البنك بقائمة في الأشغال اللي ينوي القيام بها وتكون ممضية من طرف خبير في البناء أو كذلك من طرف المهندس معماري، إلى جانب بطبيعة الحال شهادة في تصريح للقيام بالبناء من طرف البلدية. في بعض الأحيان رجل البنك يحب يتعرف أكثر على العقار، يطلب تقرير من طرف خبير سواء كان لمد أكثر معطيات عن العقار أو كذلك لإعطاء معطيات أكثر على الأشغال اللي متقدمة. استوفينا الوقت للحصة متاع اليوم، إن شاء الله إلى الحصة القادمة. إلى ذلك الوقت نتمنى لكم وقت طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.